بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إنه يه يا جبريل حديثا يمنا برا رابط سبعة تنياو كفل بلفو كفل يا إسلام هل التنياون ما أزاني هنون إقام الصلاة وأن تقيم الصلاة يالوتن ما براريا تملكة النبرة صلاة قبقى بالنت أساسا بالنت بجمع مستقر دال لبتن بتلي وندوش لا قد يتامونونا إن الزيني مساسا لنت وشاية النبرة زاري لمو كأيتك الروتن ركنوش إن شاء الله بزي كفل لما ملكت الموكرا لن كتايو من دنيا لترسول صلى الله عليه وسلم وأن تؤتي الزكاة زكاة لست نالو زكاة لم يتوق أو يتوسنا يغنزب متن يتوسنا يغنزب متن يتوسنا جزيد جولاي عند سوكا قوية با الله الله سبحانه وتعالى بدنا قاقو مسالت لسو لجوج ويم لم يقبات شاكالوج ميسد ينبرت عينتنا يتوسنا ينبرت عينت توسنا عمت يتوسنا مت الله يسيدرس قدي تا يميهون لمسكين يميسد ينبرت عينتنا زكاة يميبالا ويميه لت زكاة يبالا نقوليه يتوسنا نبرتوش سنل قنزبن كبتوشن يملكتال يا نزيهم دمو يا قبية اقعوشن ويم يا شكتوشن يميملكتنا وليلوشن منقروش مالتنا كأهلا مملكتو على يتوسنا كزي كقوية سنل عند عمت مقويتون يتوسنا متن سيبال إيان داندو نقر متن عالو أهل يراسو متن عالو زكاة واجبهم يهون ببت قنزبهم كبتوشم ليلوشم نقروش اندازيهو مالتنا واركنا برن بيهون لما لا توسنا أكالو تستطى القرآن لا يتقل سؤالو لأن الزاء يمي ستنو سلزي زكاة ميبالو نقر ترا صدقاء ويم ستوتانا مسوات سايهون قديتا يو مسواتنا يهي الله سبحانه الله عز وجل قديتا يترقو هبتاموش لي لدهوش مستت يمي قباو قديتا ونقرنو قال الله عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سلاما يوش بحريسي ناقر من جنو ميلو بغنزبو تشاتشو لاي لتأياك إميهون لتنفق أسو ويمتقروس لودك أسو يميست حق يعلونه إلى النبرة تشو. وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهي حق واجب زكاة قديتها هنا حقنا سنة ويمستحبة إلى الله ويمستغطاء إلى الله فمن أداها بطيب نفس قبلت منه بأقبابه بتقولوا من فسي ستسو تكبين نتياقين يعني. ومن امتنع من أدائها على ستنبلون بي على سو واجب مهونون أستباب له كهونة كدين مهونون أستباب له كهونة إيه كافر سيهون قديتا مهونون إياوك بس الست بنفق نتقن أنبي على مري كالله مسلم مري يه مري لياس قدده يكبر بقديتا يكبلوا هل كذابوا هلا مكة تعجام يزقات جلتال سرعتم ياسيزوا هاي لنا قروب نوروت ميقافت انا عالسات انبلو يمتاق لكم كاللو يأغرو مري سراويت هالدراجتو ليواقع يكبال ازديه درجة علينا علي بن أبي طالب وكر الصديق رضي الله عنه الله يهن رمجان دو السلو خليفة من أبربت كيزي زكا مي سو سوش مي كلكلو سوش كلكلا رمجا وسلبات شوال لون يعلو أما إذا كان يجحد وجوبها واجب النتن ميستواب بالكهنة مبتات شنو قديتا عير اللم سوش دمو نزعنن ندفلق مارقن شلالن كالا توبة اندي عدرك يتأيك عالكال هنا رمجي وسلبتنا مريو يقلو عالمالت زكاة مكلكل واجب يعني حرام انه واجب سلو هنا مالتنا لزين علي بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بتعام بتنكار راقوام والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة للنبر صلاة زكاة مليت ممكر والله قدلوا له نعمر عرته من يالك نوسيلة وشوف لنبي صلى الله عليه وسلم قمن يزو سيمتو زكاة قمن داس آيا يزو كنبرنا قمن دون بياسك أروا لك أتشو مال وين قمن كان نجوع يسطو بيهو النرو إن نجوع بياسك أروا راسو لك أتشو
ምንም ነገር አልመራቸውም ማለት ይሄም ያሳየው የዘካትን ጥንካሬ ነው ዘካት መስጠት ራሱ ለህይወትም ለንብረትም ትልቅ የሆነ ዋስትናና ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው في الدنيا وفي الاخره انبي على سو دمو قطعته يبرتابت الله ثلاث كذا قتلوا من عليه من قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصوم رمضان رمضان اللي تصومنه رمضان ما صوم اللي متوقعوا رمضان يورسمنا بعمت عند جزي يمتى 29 ويم 30 كان يمصومنه يهم جديتنا الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران او انزل فيه القران يا رمضان ور قران يوردبت ور نو بمالت يتناغرلت ور نو كذا من الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم ወሩ ላይ የተገኘ ሰው በህይወት ተገኝቶ ጤነኛ የሆነ አይምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው መጾም ይኖርበታል ፈልየሱሙ ሊጾሙ ግድ ይሆንበታል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረመዳንን በአግባቡ መጾም ግዴታ ይሆንበታል ማንኛውም ሙስሊም መጾም እስከቻለ ድረስና ዑዝር እስከሌለበት ድረስ ነው ዑዝር ካለው ደግሞ ዑዝሩ ሲወገድ ወይም ችግሩ ሲወገድ ቀዳ ማውጣት ይኖርበታል يقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى بشتنيا هنا ويم دغمو يعني منجدنيا هنا ليلا غزي قطرو يصوم الى لنا الله سبحانه وتعالى فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان بشتنيا هنا سو بشتا تنكر عليه كبد على سو طبعا ان اندزيهم دغمو منجدنيا هنا سو ماننيا ما عينت منجدنيا بيهم غزو منجدنيا اسكونه درس بياطرم بيرزمم يعني مصوم بكبدهم بايكبدهم افطروا مصوم يشلام بشتهنيا من ذيو مصوم يالچالس لمثالي ازاون تلق هون ارجتو وين دغمو امايدن بشتا يزوت سيابقا يهي بصومو فنتا ليلا كاسا يكفلال وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين عند مسكين يمجبال معناتنا كل يوم نطعم مسكينا فديه عن الصيام بصيام وبصوم وفنتا عند مسكين يمجبالنا اذا كان لا يستطيع ان يصوم لا اداء ولا قضاء صومون بقطتا ميهون بتزاري بتزاري سن ليلى غزي اهون افطروا ليلى غزي قضاء ما وطات ما يجلبت هنيتا كهنا ارجنا لمثالي كفتنيا كف على ارجنا انديهم يمايدن قوامي بشتا يسكرنا يمساسلت سكر بشتا نا يمساسلت لمثالي سكر بشتنيا هنا كان عندنا اللي يميل تسفى اللي هو ما دان بع الله عز وجل اجنه قال يبشط عينت يميلنا ادلمنا سلازي يزي عينته سو ما صوم يما يشل درجه لك درسه يا فطرنا مسكين يمقبال معناتنا كذا قتلوا وانت حج البيت قالوا كعبا هده طواف للتادرجنا الرسول صلى الله عليه وسلم يهي حج بيت الله يبالو كعبان وين مكه يرو حرم نغوبنيت معناتنا يتوسن ليت يالو عباداوچ ازا وسط يفصمالو يهن مفصم بامته لاي جديتا نو معناتنا يهي اسلمنا عند مازن نو حجن ما درك بادمي عند غزي واجب نو نا نبيات صلى الله عليه وسلم يزين يحجن فضل سيناغرو منالو من حج هذا البيت يهن بيت سرايه بلو اسبو كعبه متو يحجن تكبار يفصمالو فلم يرفث ولم يفسق فلم يرفث غاطا وتي هون نغغرن يالتناغره غنينيونتنا كغنينيونت كغبره سغا غنينيونت غا زمدنا يالون نغغر يالتناغره اندزيهم وانجل يالفصمه رجع كيوما ولدته امه انات اندولدتشو كوانجل طرت يالهون يملسال على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول العمره الى العمره كفاره لما بينهما عند العمره فصموا ميقتلون عمره ما فصم بمكاكل يالون وانجل يراقفال قالوا ثانيه عمره فصم والحج المبرور ملكام طرت يالو حج كجنه بستقر ليلى من دا يلهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نري حج تكبر زرزرو راسه يتعلى سفي زرزرنو حجن باقبابو مدرك قديتانه مالتنا من استطاع إليه سبيل أبلون الله عز وجل يكتبه بالإعلام حديث نبي صلى الله عليه وسلم حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا زين يوم حديث مالت أن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا مقواز كجعلك من تارق الله حج تارق الله له رسول صلى الله عليه وسلم حج قديتانه بعد الاستطاع من دنم يبالونه
تستطيع سبيل يمبالو حج وجي اسفل لقوال سنك اسفل لقوال قزو اسفل لقوال وجي يالي سنك اللي كذا مقواز اللبت مقواز عمري اسفل لقوال سلزي مچال اللبت يا مچال مبالو من دنو منو لالو علماء وج اكالاوينا جنزبياوي چلوتا لي اسفل لقو يچل اكونومياوي چلوتا نا اكالاوي چلوتا اكالاوي چلوتا يمبالو من دنو باكالو هيلو مقواز عقم لنورو يقبال مقواز علي بفيت يعني قمل لاي فرس لاي نبرمي هيلوت اهون دقمو اوروبلان اللي مكينة اللي اوروبلان نا مكينة لاي مسافر مچال اللبت عندان رأي چلو برجنا ببشتا مكينات بفرهات مكينات مالتنا باكال مچال اللبت سيبال اقارو قزو من قدو سلام مهنا اللبت كذا السوم مسافر عقمنا چلو تاني نورو يقبال قنزب من دزيهو مالتنا የገንዘብ ደሞ የሚባለው የታወቀ ነው መጓጓዣ ገንዘብ እዛ ሄዶ የሚመገብበት ገንዘብ ለቤተሰብ የሚያስቀረው የሐጁን ተግባር መፈጸም ይችላልበት ለሌላም ሰው ሐጅ ማድረግ ይቻላል በህይወት ያለ ሰው ሐጅ ማድረግ ይኖርበታል በወኪል ማስተረግ አይችልም ኢላ በሁለት ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር አንደኛ በጣም ያረጀ ሆኖ መጓዝ የማይችል ከሆነ ይሄ በህይወት ያለም መወከል ይችላል ሁለተኛ ማነው አይኮነ መሪዳን مرض لا يرجى برؤه مدان تسفي لله يبشت عينت تمامي كونه بشتኛ ነው በከፍተኛ ደረጃ የመዳን ተስፋ የለውም እንደሚታወቀው በግልጽ እንደሚታየው ይሄ ሰው መወከል ሌላ ሰው ይችላል ከዚህ ውጪ ግን ማንኛውም ሰው በህይወት በራሱ ሄዶ ማረክ ካልቻለ ሌላ ሰው መወከል አይፈቀድለትም አይችልም ሰይጣን በተመለከተ يعني حد ما درك እንደምችል የሚያረጋግጠው ወይም ደግሞ ለመቻለ ማረጋገጫ መህረም መኖር ነው የመህረም ጉዳይን በተመለከተ አንዳንድ ዑለማዎች يعني በርካታ ቁጥር ያላቸው ትላልቅ ሴቶች አንደኛ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሁለተኛ በእድሜ የገፉ ሶስተኛ መንገዱ ሰላም ከሆነ እነዚህ ሶስት ሸርጦች ከተሟላ መሄድ ይችላል ይላሉ እጅቲሃድ ነው ነገር ግን የሐዲሶችን መልእክት ካየን እንደማይቻል ያሳያል سيد قال محرم مهيد اندل اللبات مكناتون أبياتين صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمين إلى الله محرم كالسواقع كالل بستكر مسافر يلبات أم إلى الله فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة رسول الله ملك تنيانات مستي لحج لما درق والتالج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا أني لقمو انديه انديه من بالزمة شالي لمساتف تمزقب بيال له على الجو تمدب بيال له من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع امرأتك جهاد سرزنا زمتاون تونا هيدنا كمستقى حجة درقالت يهين يو لدين الكلاك اللي مهيدوكو تقابلنا والسان ينقرنا لمن دن يأسر الرسول صلى الله عليه وسلم يباس عصى الصابي قد يسلال لنا لزينا علموك يهي الحديث لحج راس محرم ياسفل قال لم يلو قلت ما سرجعنا ورزيم ورزام يري لو مالتنا لمن دنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم عسر زوت التملكت مستي حج للتنس لا ما ادري هلالك اني لا زمتها تمزقب يالله سيلاتو من دنيال جهاد تونا هيد كسواغا حج ادري قالو الرسول صلى الله عليه وسلم يي حديث انقدي يهن نو يمي اسردان قديتا مهونون يا اسردانا النزي أمست يا سلمنا ما زناتوش بس حديث لاي أن لا أرقوني مجمرة وطياكي مالس أدرقون الرسول صلى الله عليه وسلم ياسك أمت ووت مالتنا قريح يه يسلمنا وانا وما أزنهم هنن يوم مسلم اسلمنا ويتموا اللان ديهون مسارتا ينسلمنا يزو تقروه مسلم تكلك لن يا مسلم اللهن يمي فرا مسلم جنة لقبا يمي أستلون يسلمنا مسلم تككلنيا الله عز وجل كسو يفلقون كنيا يفلقون اسلمنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلموت كانوا ناتشو بستكر اندات موتو بلو الله عز وجل يالون يسلمنا اينت تكبارا يادرغن ما غنيت يمنش لبت نقر بنور يزيهنياو اينت اتقابر سينورنو ان زيهن اسلمنا ما ازنات مفلس امنا ما تكبر سنچلنو كذا حديث لين دمتاو نبي صلى الله عليه وسلم يهن ملسك عند سطوت يسوي من عليه قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ونتهن على اتشو اجيك تقرر من إلا يتأيك اتشو ونتهن إلا اتشو لمن بني يقرر ما اتشو
አጣያየቁ ምንም የማያቅ ሰው አይነት ጥያቄ ነው አጣያየቁ ምንም የማያቅ ሰው የሆነን ጥያቄ በሚጠይቅበት ጊዜ ከዛ አንተ መልስ ሰጠው ልክነ ኃይለህም አያቀምና ማለት ነው አጣያየቁ እንደማያቅ ነው ልክነ አባባሉ ደግሞ መልሶ ምን ይመስላል የሚያቅ ይመስላል ለዚህ ነው ሰሃባዎች እጅግ የተደነቁትና የተገረሙት ነገሩ የሐዲሱ መጨረሻ ላይ ግን ያለው ነገር ሲያቁ የክስተቱ መጨረሻ ላይ ነገር ያለው ነገር ሲያቁ አድነቆታቸው ወይም የተደነቁበት ነገር ተወገደ ማለት ነው አረቦች ምንት አባባል አለ اذا عرف السبب بطل العجب ያንድ ነገር መንሰው መነሻው ከታወቀ ሰበቡ ከታወቀ አድናቆተ ይወገዳል يعني የምትደነቅበት ነገር አይኖርም ምክንያቱም ስለምታቅ አይገርምህም ምክንያቱም ሳታቅ ግን የተፈጠረው ነገር ስታይ በጣም ይገርማል አግረሞት ያስወገዳል ሰበቡ ማወቅ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው የመጀመሪያው ክፍል ከዛ አሁንም ጠየቃቸው ቀጣዩን መልስ ሰጡት ምን ጠይቃቸው ምን መልስ ሰጡት ማብራሪያውንም ጭምር ኢንሻአላህ በቀጣይ ክፍል እናያለን هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم